يا ترى إيه اللي يخلي المراكب الخشب تقدر تمشي في المية وما تغرقش؟ لكن لو حطينا مسمار خفيف في المية بيغرق على طول. في تجربة في كتاب العلوم الأولى إعدادي ممكن تفسر ده. المادة والكثافة. الأدوات: حوض إزاز فيه مية، زيت، مسمار حديد، قطعة خشب، فلين، عملة معدنية، تلج. الخطوات: نجيب حوض ماء زجاجي ونحط فيه حاجات كتلتها تقريبا واحدة، اللي هي المسمار الحديد والعملة المعدنية والتلج والفلين وقطعة الخشب، وكمان نحط فيه قطرات زيت. المشاهدة: هنلاحظ ان المسمار والعملة المعدنية هما اللي غرقوا، في حين فضل الخشب والفلين والتلج ونقطة الزيت طافية على المية. التفسير: ده لأن المواد دي كثافتها أقل. ويعني إيه كثافتها أقل؟ يعني كتلة الجسم الخشب مثلا الموجودة في حجم معين من الجسم الخشب ده بتبقى أقل من كتلة المية الموجودة في نفس الحجم ده بالظبط من المية، والحاجات اللي كثافتها أقل من كثافة المية بتفضل طافية على السطح، لكن المواد اللي كثافتها أعلى من كثافة المية زي الحديد بتغرق.